بسم الله الرحمن الرحيم. سنة مهجورة عظيمة لا يعلم أكثر الناس. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. سنة فيها إذلال وإرغام للأنف الكافر، وبشرى ورفعة للمؤمن. روى ابن ماجة في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أين أبي؟ إن أبي كان يصل الرحم وكذا وكذا وكذا، وعد له من الخيرات. فقال له: في النار. فسيدنا عبد الله بن عمر بيقول: فوقف، فكأنما الرجل وجد في نفسه، يعني حزن. أو فقال له: أنا يا رسول الله، أين أبوك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حيثما مررت بقبر كافر، وفي رواية بقبر مشرك، فبشره بالنار. حيثما مررت بقبر مشرك أو كافر، بشره بالنار. فالعربي بعد كده قال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر او مشرك الا وبشرته بالنار. يعني يعدي على قبر الكافر يقول له: ابشر بالنار. طب هو الكافر في قبره بيسمع؟ بيسمع، بس ما يقدرش يرد. مش الرسول عليه الصلاه والسلام كلم كفار قريش بعد ما قتلوا في غزوه بدر، هم في قليب بدر، وتعجب سيدنا عمر: يا رسول الله، تكلمهم وقد ارموا، يعني اجسادهم اتحللت ومش هيسمعوك؟ فقال له ايه؟ قال له ايه؟ قال له: والله ما انتم باسمع منهم لما اقول، ولكن لهم لا يجيبون. فدي سنه مهجوره فيها امعان واذلال الكافر، وفيها رفعه وبشرى للمؤمن. شوف الاعرابي يقول ما بيقول ما فيش امر مريت عليه بعد كده امر لواحد كافر الا ما بشرته بالنار. واحنا بنعيش وبنموت ما بنعملش السنه دي خالص، ولا حتى لا نعلمها. انظروا الى امتثال الصحابه رضي الله عنهم، وده اعرابي كمان، مش واحد عربي من قريش ولا من بني هاشم، ده واحد اعراب. وتعرفون الاعراب اشد كفرا ونفاقا، يعني اجلاف. ومع ذلك شوفوا الاعرابي وامتثاله وامتثال هذا الاعرابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما فيش بعد كده ما مرش على قبر واحد كافر الا وشرته بالنار. فيا ريت نحيي هذه السنه. احياء السنه اللي مهجوره له ثواب عظيم يوم القيامه. ف كثيرا ما بتمر حوالين مقبرة للنصارى أو مقبرة لو قدرت تخش المقبرة دي وتقول وتقف جنب القبور وتقول بعلو صوتك: أبشروا بالنار، أبشروا بالنار. فدي سنة، سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بيها. فخاصة الناس اللي في الخارج اللي في دول الكفر بيعدوا، ممكن يعدوا على مقابر النصارى، مقابر، او واحد عاش في روسيا بيعدي على مقابر الملحدين. او فريت نحيي هذه السنه العظيمه، ولان احياء السنه المهجوره من احيا سنه اماتها الناس، احيا الله قلبهم يتموت القلوب وله اجر شهيد. فهكتب لكم الحديث في الوصف، نسخ هذا الكلام ونشروه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.